السلام عليكم ورحمة الله. من يذهب إلى الحج هناك شعيرة في منى تسمى شعيرة رمي الجمرات. أغلب الحجيج يظنون أنهم يرجمون الشيطان، وهذه خديعة كبرى وخرافة. تعالوا إلى كتب التاريخ المعتمدة التي توضح لنا أن رجم الشيطان خرافة وتزييف للحقيقة، وأن المسلمين يمارسون شعيرة لم يقرأوا عنها شيئا إلا ما سمعوه من سدنة الدين الموازي. ماذا تقول كتب التاريخ المعتمدة؟ طبري، ابن كثير، ابن هشام وآخرين. أنا سأذكر هذه القصة التي تبين لنا حقيقة هذه الشعيرة التي غيبها سدنة الدين الموازي. أذكرها باختصار وتصرف. أبرهة الحبشي مسيحي الديانة، كان ملكا على حنير وباقي اليمن. يؤمن أبرهة بعودة المسيح إلى الأرض ليصلي في صنعاء باليمن، فأراد أن يصرف العرب عن الحج إلى كعبتهم ليحجوا إلى صنعاء. أبرهة توافق عنده عدة أمور، منها الإيمان بعودة المسيح، نزول المسيح في صنعاء، رغبة في تنصير العرب، إضافة إلى البعد الاقتصادي الذي يحققه الحج في صنعاء. فبنى كنيسة فخمة وضخمة أطلق عليها بالحميرية قليس، وقليس تعني بالعربية الكنيسة، وأرسل عامله على مضر محمد ابن خزاعة يدعو العرب للحج إلى القليس وهجر الكعبة. لما وصل ابن خزاعة إلى ديار بني كنانة قتلوه، ثم جاء رجل عربي من بني فقيم إلى القليس وتبرز في وسطها، العفو خرفيها. غضب أبرهة بشكل كبير فجهز جيشا ضخما فيه فيل وقاده إلى مكة ليهدم الكعبة. سمعت العرب بهذا الأمر، اعترض جيش أبرهة جيش قاده ذو النفر أحد ملوك اليمن، إلا أن أبرهة هزمه وجاءوا بذي النفر أسيرا، فأراد أبرهة إعدامه. توسل إلى أبرهة واتفق أن يقاتل مع جيش أبرهة ضد العرب لهدم الكعبة، أي خان قومه. وافق أبرهة على الأمر. تابع أبرهة مسيره فوصل إلى أرض خثعم، تصدى له أهلها بقيادة نفيل بن حبيب، إلا أن أبرهة أيضا انتصر عليه نظرا لقوة جيشه وأسر نفيل. كذلك نفيل اتفق مع أبرهة على مقاتلة العرب وهدم الكعبة، أي خيانة القوم. سار أبرهة حتى وصل إلى الطائف، فاستقبله أهل الطائف بالترحاب، وأرسلوا معه رجلا يدعى أبو رغال ليكون دليله إلى مكة. اتجه جيش أبرهة ومعه الخونة الثلاث ذو النفر ونفيل وأبو رغال وهم من العرب. وصل أبرهة إلى ضواحي مكة فخيم في وادي المغمس. وادي المغمس ما بين مكة ومنى، يطلق عليه اليوم اسم الوادي الأخضر. وأرسل أبرهة إلى عبد المطلب رسولا اسمه حناطة الحميري. أخبر عبد المطلب بأنه لم يأتي أبرهة بجيشه لقتال قريش، إنما لهدم الكعبة، فخلوا بينه وبينها. خرج أهل مكة إلى شعابها خائفين من جيش أبرهة وتركوا المدينة فارغة. فأرسل أبرهة قائدا عسكريا اسمه الأسود ابن مقصود ومعه خيالة، فسلب أموال مكة وإبلها، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فقتل الجميع. ومن بين القتلى الخونة الثلاثة ذو النفر ونفيل وأبو رغال، ودفنوا في ذاك المكان الذي يرجم الحجيج اليوم قبورهم على أساس أنها قبور، على أساس أنها للشيطان، أي رجم الشيطان. كانت العرب إن جاءت للحج بعد عام الفيل ترجم قبور الخونة الثلاثة
ترجم قبور الخونة الثلاثة، فهو رجم لخونة الوطن ورجم لكل من تعامل مع المحتل، فأصبحت تلك الشعيرة من شعائر الحج قبل الإسلام. ولو سألت المكيين اليوم عن مكان الخونة الثلاثة لأشاروا إليك إلى المكان ذاته الذي تلقى فيه الجمرات الثلاثة، والذي يقصد ويزعم سدنة الدين الموازي أنها رجم للشيطان. أنا رحت إلى ذلك المكان وسرت مشيا على الأقدام من الحرم المكي إلى عرفات، ثم عدت إلى الحرم المكي سيرا على الأقدام لأتفحص فقه المكان وأقرأ تاريخيته. طيب، هنا يأتينا السؤال المهم، إذا من أين جاءتنا شعيرة الرجم؟ تعالوا لنناقش المسألة علميا. لم يذكر القرآن الكريم ولا كتب الفقه المعتمدة ولا حتى كتب الحديث التسعة المعتمدة عند أهل السنة شيئا عن رجم الشيطان. ما ذكرته كتب الحديث والفقه في تلك الشعيرة أطلقت عليه رمي الجمرات وليس رجم الشيطان. بالبحث خلف قصة رجم الشيطان وجدت رواية واحدة فقط لم تصح سندا على الإطلاق حتى تعتمد وتأخذ هذه الشعبية الجارفة عند المسلمين. هذه الرواية اليتيمة الضعيفة تنسب حينا لابن عباس وحينا لرجل آخر اسمه زهير بن محمد. ماذا تقول هذه الرواية التي اعتمدها سدنة الدين الموازي على أن هذه الشعيرة رجم للشيطان؟ قول إبراهيم لما أري المناسك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إلى آخر آية، تقول انطلق به جبريل حتى أتى إلى منى، فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فحصبه إبراهيم بسبع حصيات، ثم أتى جمرة العقبة الوسطى عرض له الشيطان أيضا فحصبه إبراهيم بسبع حصيات، ثم أتى جمرة العقبة القصوى فعرض له الشيطان ثالثة فحصبه بسبع حصيات حتى وصل إلى عرفة. هذه الرواية اليتيمة نقلها أبو داود الطياليسي وهو غير أبو داود صاحب السنن عن ابن عباس، وذكرها الطبري في تفسيره، والرواية ذاتها ينقلها لنا القرطبي في تفسيره عن زهير ابن محمد تعليقا. ماذا يعني تعليقا؟ تعليقا في علم الحديث أن يذكر الرواية دون أن يكون لها سند، فلا قيمة لها علمية إلا الاستئناس. طيب تعالوا لنناقش الرواية علميا. هذه الرواية لم تصح سندا عند أئمة الحديث كلهم وحكموا بتضعيفها، ولم تذكر في كتب الحديث التسعة عند أهل السنة. اثنين، أكد ابن هشام وابن إسحاق اللذان روا السيرة رفضهما لهذه الرواية، وقالا بعث أهل الطائف معه، يعني مع أبرهة، أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة وجيشه ومعهم أبو رغال حتى نزلوا في المغمس، فمات أبو رغال هناك فرجمت العرب قبره، فهو القبر الذي يرجمه الحجيج اليوم. ثلاثة، الشعر ديوان العرب، والعرب تؤرخ لأحداثها شعرا. أحد الشعراء يتوعد أحد خصومه قائلا وأرجم قبره كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال. جرير لما هجر الفرزدق في قصيدة مشهورة قال فيها إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم قبر أبي رغال. رابعا، هناك رواية مخالفة تماما لرواية رجم الشيطان لابن عباس نفسه يذكرها ابن كثير في تفسيره والطبري في تاريخه. يقفون عند وفديناه بذبح عظيم في قضية ذبح إسماعيل، يقولون خرج عليه كبش من الجنة على إبراهيم قد رعى قبل ذلك 40 خريفا. الأصل لازم يقولون رعى 40 ربيعا مو 40 خريفا. فأرسل إبراهيم إسماعيل يتبع الكبش حتى وصل جمرة العقبة الأولى فحصبه بسبع حصيات. الآن الحصب لإسماعيل. طيب، فأفلته، ثم جاء جمرة العقبة الوسطى فرماه بسبع حصيات،
ثم هرب منه هذا الكبش، فأدركه عند جمرة العقبة الكبرى، فحصبه بسبع حصيات، ثم أخذه فأتى به المنحر، المنحر من منى فذبحه. طيب السؤال، لماذا اشتهرت رواية رجم الشيطان واختفت هذه الرواية؟ علما بأن الروايتين متهافتتين في علم الحديث تماما. خمسة، ياقوت الحمي في كتابه معجم البلدان يقول، واسمعوا، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر أبي رغال فرجمه وأمرنا أن نرجمه، وقال: اتخذوا ذلك سنة أو اجعلوا ذلك سنة. فأين سنة رجم أبي رغال؟ ومن طمسها؟ ولماذا اختفت؟ وقام رجم الشيطان بدلا منها. ستة، القرطبي في تفسيره ربنا واجعلنا مسلمين لك سورة البقرة قال: رجمت العرب قبر أبي رغال، فهو القبر الذي يرجمه الناس في المغمس، ولا يوجد رجم في المغمس إلا رجم أو رمي الجمرات الثلاثة. في كتاب تحفة الأحولي في شرح سنن الترمذي للمبارك بوري، كتاب مشهور جدا في الحديث، يقول الترمذي: إن رجلا من ثقيف طلق نساءه الأربعة، فاشتكينا إلى عمر، فجاء به عمر وقال له: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما نرجم قبر أبي رغال. وين رجم قبر أبي رغال؟ من غيبه؟ ثمانية، الألباني هو مرجعية السلفية، وهو كبيرهم الذين يرجعون إليه في أي مسألة. الألباني يؤكد أن رواية رجم الشيطان لا تصح ولا يمكن أن تقبل وتعتمد، وهذا في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة. إذن الأدلة النقلية يا سيدات يا سادة لرواية رجم الشيطان خرافة وخديعة كبرى. طيب تعالوا نناقش المسألة عملية علميا. أولا، هذه الرواية التي تقول بظهور الشيطان لإبراهيم ومعه جبريل من دون أن يحرك جبريل ساكنا، يعني يأخذ موقف النائب النفس، وهو الملك الذي يمتلك القدرات الخارقة. هذا الملك ترك إبراهيم يقاوم الشيطان بحصيات صغيرة، حتى في أفلام سبيستون ما تضبط هذه السالفة. طيب اثنين، هذه الرواية رجم الشيطان تخالف القرآن مخالفة قطعية. ليش؟ لأن الشيطان، لأن القرآن الكريم القرآن الكريم يؤكد أن الشيطان والجن لا يمكن رؤيتهم. يقول تعالى: إنه يراكم هو وقبيله، يعني قبيلته وتبعيته الجن، من حيث لا ترونهم. من حيث لا ترونهم، أهل اللغة قالوا من هنا زائدة لتفيد التوكيد، أي لا يمكن لأحد أن يرى الشيطان أو الجن. الشافعي، الإمام الشافعي يقول: من زعم أنه رأى الجن أبطلنا شهادته، لأنه مخبل ومهبول، وشهادة المهبول والمخبل ما تنقبل. أربعة، لا نعرف اليوم إنسانا عاقلا رأى جنيا إلا من كان مريضا بالهلوسة ذات الصلة بمرض الجيثوم، ويسمى علميا شلل النوم. مرض الجيثوم أو شلل النوم يكون نتيجة صداع مستمر أو انقطاع النفس الانسدادي الذي يجعل هذا الإنسان يتخيل رؤية أشياء وهمية، وهي السر معانا كنا مرض الجيثوم أو شلل النوم. طيب هناك نوع من أنواع الوهم يغدو الإنسان فيها مصابا بمرض البريدوليا أو برادوليا، فيدعي أنه يرى أشياء لا تصدق. ستة، علم النفس يقول: يصاب بالهلوسة، بهلوسة رؤية الجن، من تعرض لصدمة نفسية، أو من يتعاطى المخدرات، أو من يتناول أدوية مسكنة بشكل دائم. سبعة، يكفيك من الجن اسمه. اللغة العربية بحر كبير. اللغة العربية تقول: إذا جاء حرف النون بعد الجيم يفيد الستر والتغطية. مثال: نقول جنين لأنه مستور عنا ومغطى لا نرى ببطن أمه. نقول مجنة
لأنها تغطي أجساد الموتى. نقول جنة بستان ذو الشجر الكثيف الأيك يغطي ويستر من في داخله، ونقول مجنون لأنه محجوب ومغطى ومستور العقل. 8. هل معقول يا مسلمون أن يكون للشيطان نصب في أقدس مكان عندكم على وجه الأرض؟ 9. تقولون في حديث تنسبونه زورا وبهتانا إلى رسول الله أن شيطان الرسول أسلم. تمام. طيب، هل من المعقول أن شيطان الرسول يسلم ويؤمن في حين يبقى شيطان أبي الأنبياء كافرا ويظهر له في مهمة مقدسة ليشاغب عليه؟ هل ممكن هذا؟ هل معقول؟ النتيجة يا سادة، قضية الخيانة الوطنية التي جعلها العرب قبل الإسلام شعيرة من شعائر الحج، جاء الإسلام فرفض أن يصدر عفوا عن هؤلاء الخونة الثلاثة ذو النفر والنفيل والثالث المتعاملين مع المحتل ضد وطنهم، وجعل الإسلام رجمهم شعيرة من شعائر الحج، لأن الإسلام يعتبر خيانة الوطن من أقبح الجرائم، والذين يأتون بالمحتل إلى أوطانهم يستحقون رجم شعوبهم واحتقارهم، لكن الذين باعوا الوطن حرفوا تلك الشعيرة إلى رواية رجم الشيطان حتى لا ينفضحوا، واتفقوا على ترويج رواية رجم الشيطان من خلال سدنة الدين الموازي. فكروا فيها قليلا قبل أن تتبنوا أي رواية. يقول أحدهم: وجود الرأس أعلى الجسد مسلمة ثابتة، لكن وجود عقل داخل هذا الرأس مسألة تحتاج إلى برهان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.